بجاهزية عالية يتواجدون ليلا ونهارا لتسهيل حركة المرور للمواطنين أولا وحفظ الأمن والأمان أيام العيد. هم عناصر قوى الأمن الداخلي الذين يبذلون جهودا استثنائية خلال خدمتهم حفاظا على المواطنين. نحن متواجدين قبل حوالي أسبوع من أيام عيد الأضحى الفضيل بالأسواق والتقاطعات الرئيسية والساحات العامة. دورياتنا منتشرة على مدار الـ 24 ساعة تقديم أي عون أو أي مساعدة للأخوة المواطنين. طبعا نحن ندعو الأخوة المواطنين الالتزام بقانون السير والتعليمات الصادرة، وإن شاء الله كل عام هن بخير والله يعيد العيد بالخير والصحة على هالبلد. بناء على تعليمات السيد اللواء وزير الداخلية وتعليمات السيد اللواء قائد شرطة محافظة حمص بالتواجد خلال فترة عيد الأضحى المبارك على مدار الـ 24 ساعة بأماكن التجمعات والحدائق لتأمين راحة الأخوة المواطنين أثناء فترة العيد، والتأكيد على موضوع إطلاق الآير النارية والمفرقعات والألعاب. متواجدين على مدار الـ 24 ساعة، مهمتنا تقديم المؤازرة وتسهيل حركة السير وتقديم المساعدة للأخوة المواطنين وتأمينهم بواسطة النقل العامة. صورة الفرح هي الصورة الحقيقية للشعب السوري، وعناصر قوى الأمن الداخلي يعززون صورة التعافي والأمان التي تعيشها محافظة حمص. كندا الخضر لقناة سما الفضائية حمص.